يكثر الحديث الآن عن إصدار مذكرة إحضار في حق معمر القذافي بعد اتهامات له بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وقتلهم. واعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن الجرائم التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. وسيعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ما إن كانوا سيصدرون مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي. ويتهم هؤلاء الثلاثة بارتكاب جرائم بحق السكان المدنيين منذ 15 من فبراير شباط الماضي، وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة، الأمر الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية. السكان في كل من مصراتة وبنغازي يرحبون بما تفكر فيه المحكمة الدولية، لكنهم يريدون محاكمة رموز نظام القذافي في ليبيا. نتمنى في هذه اللحظة يتم القبض وإصدار استصدار الأمر والقبض عليه فورا، أن كل بقى كل ما زاد جرائم وكل ما زاد إزهاق للأرواح، وكل يوم وقاعدين كل يوم نقصف بالصواريخ، ما فيش مكان أمن. صحيح تحرت القوات خارج منطقة مصراتة، ولكن صواريخها كل يوم هدفا، ولا يوجد لها هدف معين إلا الأبرياء فقط في أي منطقة في أي مكان. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد بدأ تحقيقه في 3 مارس/آذار بعدما فوضه مجلس الأمن الدولي بالقيام بهذه المهمة في 26 فبراير/شباط، أي بعد 2 أسبوع فقط من اندلاع الانتفاضة الليبية. ويؤكد مورينو أوكامبو أن الانتفاضة في ليبيا خلفت آلاف القتلى وأجبرت أكثر من 500,000 ليبي على الفرار إلى خارج البلاد، وأدت أيضا إلى النزوح ما لا يقل عن 250,000 آخرين. نحن العقوبة اللي نتمنى القذافي مباشرة أن هو يكون في ليبيا ويحاكم الشعب الليبي، يعني لا ننتظر أن يتم محاكمته مثلا عالميا أو يؤخذ إلى سجن في مكان معين أو ينفى في مكان معين، يعني ننتظر أن الشعب الليبي يقوم بمحاكمة هذا الشخص، ويعني وقصاص من الشخص من أولاده ومن أعوانه ومن أزلامه، يعني اللي كانوا فعلا هم كانوا أكبر مضرة لهذا الشعب. ويخشى الليبيون من أن تمكن محاكمة القذافي خارج الأراضي الليبية إلى توفير نوع من الأمان له ولأسرته في وقت تسعى فيه شرائح من الشعب الليبي إلى محاكمته داخل ليبيا. ياسر البرديسي، BBC.